مكملين بمشوارنا الصباحي ومحطاتنا الخاصة بمناسبة عيد الأم. وين محطتنا يا نور؟ اليوم مثل ما قلتي سلمى حلقتنا الخاصة بعيد اليوم وضيفتنا ضيفة استثنائية، هي أم طموحة ومبدعة قدرت تكسر قيود المجتمع اللي احتكر كثير من المهن يمكن والمواهب على الرجال. هي أم مبدعة طموحة، أم حنونة وأنثى بغاية الرقة والحنان بين أفراد أسردة. السيدة ربا رزق الله أول سورية تقتحم عالم التحكيم الدولي لكرة القدم، وهي أم لدانييل وروجينا. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحكم جميعا وكل عام وانتم بخير جميعا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي، كل سنه وحضرتك سالمه. وانت سالمين ان شاء الله. بالبدايه يعني اكيد بدنا نهني روجينا ودانيال على والدتهم، وهيك بدي اسالك دغري مباشره، يعني بالملاعب بين الشباب وبين التمارين، واساسا يعني اللعبة بحد ذاتها ممكن يكون فيها كثير من الخشونة، كيف كانت هي التجربة لأنثى ولأم أيضا؟ طبعا نحن معروف عنا أنه نحن بمجتمع شرقي صعب يتقبل هيك فكرة موجودة بالملاعب العشبية اللي هي أكتريتا للرجال طبعا ذكورية، لكن بس تكوني أنت على استعداد عالي بالثقة وبالفنيات العالية وباللياقة العالية، فأنت ممكن تثبتي حالك بأي مجال أنت بتحبيه، بأي مجال أنت بتتقنيه، فهذا الشيء كتير حلو ودافع كتير حلو حتى بوصل لأولادي. طيب هي التجربة يمكن كامرأة بالنسبة لك بالمجتمع الشرقي شو أضافت لك؟ فينا نقول يعني كيف كانت نظرة الناس بالبداية لإلك؟ هذا الشيء اكيد صار في نحن عنا كان اول شيء عدم تقبل، هلا صار ما دام انا صرت موجوده بالملاعب العشبيه فهذا دليل انه نحن في تطور. صحيح. نحن في مجتمع عم ينفتح يعني ينفتح للعالم، عم ينفتح انه ما عاد في هي الظاهره انه هي ظاهره مختصه فقط شرقيه، صارت لا ظاهره عاديه جدا، فنحن بلشنا فيها من دخولي لارض الملعب، فهذا الشيء كثير انا مبسوطه فيه وان شاء الله للامام بيكون اكثر ان شاء الله. اكيد. كوتش ربا، خلينا نحكي هيك اليوم الكوتش ربا بقلب البيت، كيف بيكون هي المعادله؟ واكيد لزوجك دور مهم، لانه لما بكون السيدة عاملة فالزوج بيكون عامل مساعد كتير كبير. خلينا نحكي عن العائلة وكيف كان الحالة بشكل عام. طبعا كان هذا الموضوع شوي فيه ضغوطات وصعوبات، يعني انت لما بتكوني عازبة غير لما بتكوني متزوجة وعندك عائلة، فكان في عندي انا طموحي اللي هو انا صفة طموحي موقف، بس لما صرت بجو العائلة ولقيت في سند لإلي أو تعاون جانبي، عرفتي كيف؟ يمسك يد من يعني طبعا دائما نحن بالإيدتين يعني بنساعد بعض، ما فيك تشتغلي بإيد وحدة طبعا، فكان هو اليد الثانية إنه يساعدني يكون واقف جنبي طبعا. أكيد نقول له كمان يعني شكراً. تحية كثير كبيرة اليوم. تمام. فيعني هو سند لإلي حتى أنا كفي هالطموح، ما يوقفني عن طموحي، وهذا الشيء التمسته بحياتي العائلية. الحمد لله رب العالمين. طيب كمان فينا نقول اولادك اليوم قديش فخورين فيكي، نظرتهم لإلك اكيد بنوجه لهم تحيه، عم يتابعونا أكيد. قديش يمكن كمان هيك بتعطيهم ثقه بنفسهم اكبر اليوم، يمكن بعتقد بيتباهوا قدام رفقاتهم انه امهم اول محكمه دوليه كامراه. تماما. ايه انا عندي ابني دانيال، ف كان دائما بس يكون عندي تمرين او يكون عندي مباراه يساعدني امي انا بدي اخذ لك الشنطه خليني اروح معاكي مثلا على الملعب، كثير بينبسط كثير، يعني بحس انه عم بعطيه مو بس انا الثقه لإلي، هو عم يعطيني ثقه كمان بنفسي وانا عم بعطيه هاي الثقه، هو مفتخر فيني وانا كمان مفتخره انه ابني بحب شغلي، بحب هذا الطموح اللي انا فيه، فهو دائما بحاول يكون مثلي على خطاي، يمشي مثل ما انا بحب اللي طموح اني انا نفذه، هو يكون له طموحه وينفذه هو كمان. اكيد كان بدي اقول لك هالشيء انه اكيد دانيال بيكون اكثر حدا مبسوط بالعائله، انه اهتماماتهم طبعا دائما الاولاد خلينا نقول او الشباب بالعموم بتروح للملاعب كره القدم وما الى ذلك. روجينا كيف كانت حصتها؟ حست بانه شيء اختلف عليها بالعلاقه بين الام اللي ممكن تكون الام اهتماماتها طبيعيه، اهتماماتها او حتى وظيفتها مهنتها طبيعيه، وبين ام مهنتها هي يكون بين الرجال اغلب هلا الوقت؟ دائما الام ما بتحب تقصر بواجبها قدام اولادها، بس لما بيكون في سند او في يد اخرى تساعد يعني في الموضوع هذا بالذات، بتحسي انه هذا النقص اللي عم يكون موجود عم يتمم من خلال مثلا الزوج، من خلال الاخ،
يعني هلا انا ممكن ابني هو اللي يدير باله اوقات عليها، وقت تكون انا مثلا عندي امتحان او عندي تيست او عندي حفظ مثلا او عندي اي شيء اختبار بيكون موجود عندي، فهذا الشيء دائما بيرجع لهو عامل المساعده. صحيح. عامل التعاون مع بعضنا. وهذا الشيء بتمنى انا كل يعني كل اطفال يساعدوا امهات مثل ما هن كمان بيساعدوا. أكيد. كله له دوره. الله يخلي لك اياهم. خلينا نحكي عن بدايه العمل بهيدا المجال، كيف كان التعامل معك خصوصا اذا فينا نقول الرجال، لما انت اول امراه بتفوتي هيدا المجال ببداياتك، كيف كان التعامل، كيف كان التقبل؟ بداياتي بالملعب يعني طبعا بداياتي بالملعب طبعا قلت لك انا في شيء اسمه مجتمع شرقي، يعني المجتمع الشرقي يعني الاول استغربوا بعدين تماما تماما لما دخلت الملعب استغربوا القصه، استهجنوها انه بدها تيجي تحكم رجال، بدها تيجي تحكم وامراه تحكم رجال هي كمان يعني مشكلة. بس دائما بس تكون انت اخذ القرار الصحيح والفنيات العاليه، اللياقه صحيحه، القرارات الصحيحه، بتلغي كل شيء اسمه استغراب بالقصة. انت حكم فقط. بس انت كنتي بتحبي هيدي القصه من انت وصغيره؟ يعني ما انا كنت لاعبه منتخب، كانت عندك هي الرغبه من انت وصغيره في ميول؟ تماما. طيب خلينا نحكي شوي كمان اليوم، قديش بتشوفي في مسؤوليه بتختلف؟ يعني انت قلتي سابقا ما كان عندك هاي المسؤوليات، ولا الشيء اللي انت بتحبيه من زمان وانت صغيره، وحتى كان موهبتك وضل معاكي. قديش شفتي اختلفت الادوار؟ اليوم دائما بنسمع هي كلمه الام، ما انا كلمه بتتم، دائما بيقولوا هي ما انا كلمه سهله، في مسؤوليه، في اعباء بالحياه. قد بتشوفي في عبء على الام اللي بتشتغل شو ما كانت مهنتها؟ تماما. هلا دائما اي امراه عندها طموح بغض النظر عن اي ضغوطات هي حابه، فهي رح توصل لهذا، حابه الشيء رح توصل لهذا الشيء، بالضغوطات بال يعني بالظروف اللي بتصير بجو العائله، فهو دائما في شيء ما نو شيء كمالي، يعني في نقص ببعض الاشياء، ولكن لما تكون بتحب طموح بتحب توصل له، فممكن نتوصل له بالمساعده والتعاون يعني. طيب اذا بدنا نقول يمكن كمان العائله يعني بتلعب دور كثير كبير بدعمك، غير الزوج يمكن عائلتك، اهلك، امك، ابوك، اخواتك، بالبدايات قديش كان لهم فعلا دور يمكن لدفع ربا لتكمل؟ قلتي في صعوبات وضغوطات، ويمكن هي الكلمه ما عن عبس، اكيد في صعوبات وضغوطات مرت قاسيه وظروف صعبه لشفناك اليوم موجوده. بتعرفي انت عندنا بلدنا صار كثير في عنده ظروف، كثير بلد اثرت على العائله، على اثرت على الاهل، اثرت على المجتمع الرياضي. صحيح. اثرت على المجتمع بشكل عام. بس برجع بقول لك انه احنا لما بيكون في شيء بنحبه رح نحاول نعمل المستحيل، يعني رح نحاول، بدنا نثبت نفسنا، بدنا نحط بصمه بحياتنا. انا بتمنى انه كل امراه بتحب انها يعني يكون عندها طموح تبصم بصمتها رغم كل الظروف، ما توقف، ما تستسلم. ويمكن لازم كثير ناس عم تسمعك هلا بتقول لك، يمكن في كثير ناس عم تسمعك هلا بتقول لك انه كنا بظروف حرب 10 سنين 11 سنه استنزفنا، ما عاد قادرين، يعني هيدا الكلام قديش اللي عم تحكيه هيك طالع من القلب، بيعطيكي يمكن هيك قوه وفخر بسيدات موجودات اليوم معنا. هذا الشيء يعني انت لمستيه، انا عانيت منه كثير، يعني وخاصه في ايام كنت ما فيني اطلع اتمرن، ما فيني اطلع اتحرك، روح اجي كنت حاول المستحيل اني انا اقدر لو روح مثلا يوم اتمرن فيه، لو انه مثلا روح اخذ درس معين مشان اقدر كفي الطموح اللي بدي اياه. اثر ايه بقول لك اثر، بس دائما الشغله اللي انت ما لازم توقفي عندها، لازم ما تستسلمي، لا لازم تقولي انا ما بستسلم، انا ما راح اوقف، نحن لازم نتابع، نحن لازم نبصم بصمتنا داخل سوريا وخارج سوريا. وهذا الشيء الحمد لله انا بثقه العالم وبثقه المسؤولين عني، انا انزجيت بالرجال وصرت نخبه اسيا، اكيد مو عن عبس يعني. أكيد. بعد تعب وجهد كثير كبير. اكيد كوتش ربا، كمان يعني اليوم كان عندك نفس هذا الشعور التحدي اللي بدك توصلي من خلال عملك، هي الرساله اللي انت امنتي فيها واللي يمكن كل السوريين باي مطرح من المطارح نحطوا فيه خلال هي العشر سنين، كل واحد كان بلحظه من اللحظات بيوقف وبيأدي هذا الدور بغض النظر عن اي الصعوبات اللي كانت حوالينا بالعمل، الارهاب، باي مكان. نفس الشيء هي المهمه هي منح الامان والاستمرار، هي مهمه الام اليوم بالبيت. قديش قدرتي تكوني هيك
وتقوي حالك كرمالهم. يعني يمكن الواحد بيضعف لوحده اوكي، بس لما بيكون في عنده اولاد بيقول لا انا ما فيني اضعف كرمالهم، بدي اقويهم. قد ايه قدرتي تعملي هذا الدور؟ هذا طبعا هذا جهد مضاعف بالنسبة لي، اني انا اعطي ثقة لابني واعطيه الامان لابني بوجودي بقصص مثل الرياضة، بقصص مثل الملاعب. هذا الشيء بيخليه انه يحس انه لسه في امان، لسه في يعني قوة، لسه في إرادة، لسه في تصميم موجودة توصلها من خلالي لأطفالي. يعني هن يحسوا بهذا الشيء، إنه هن ما يستسلموا، إنه هن يتابعوا الشيء اللي بحبوا، ما يوقفوا أبداً عن شيء، عند أي عقبة كانت موجودة. فهذا الشيء أنا وصلته لأولادي من خلال متابعتي أنا، وهن بدهم يكونوا للأمام يعني للأيام الجاية عندهم هاي الثقة بنفسهم، عندهم هاي القوة والإرادة اللي أنا كانت موجودة عندي إني تابع. ويمكن انتصرت الأم بمراحل أكثر من المدربة. طبعاً يعني غلبتها كثير كثير. انتصرت الأم، إن كانت أم شهيد، إن كانت أم رياضية، إن كانت أم، الأم يعني هي أساس بناء الأجيال كلياتها، فهي هي هي المحور، هو المحور الأساسي الأم. يمكن الأم مثل ما قلتي هي المحور الأساسي. سنين من الحرب وظروف صعبة، الأم السورية أثبتت قديش هي أم جديرة. اليوم الأم السورية هي أم شهيد، أخت شهيد، ابن شهيد، بنت شهيد، ابنة شهيد. المرأة السورية اليوم بكل معاييرها قدمت نموذج، يمكن قد ما حكينا عنه ممنوع فيه حق. تحية لكل أم سورية، تحية لكل أم عم تتابعنا ينعاد عليها بألف خير، وتحية الأكبر هي لأمنا الكبيرة سوريا اللي هي محتويتنا كلياتنا رغم كل الظروف. شو بتحبي توجهي لكل الأمهات اللي عم يتابعونا اليوم؟ كل يمكن أم هلا عم تتابعنا ومرت بظروف صعبة، في كثير أمهات زفوا أولادهم شهداء خلال الحرب، وفي أمهات يمكن استقبلناهم كثير على شاشاتنا بدال الشهيد قدمت واحد واثنين، وبقول لك أنا وابني فداء الوطن. قدام هي الكلمة كلياتنا بنوقف، قدام هي الكلمة استمرت سوريا، قدام هي الكلمة استمر رجال الجيش العربي السوري اليوم على الأرض نحارب الإرهاب. لكل أم عم تتابعنا هلأ شو بتحبي تقولي يعني؟ أنا بقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. كل أم موجودة بكل بيت، إن كانت طبعا ظروف سيئة إنه نحن لازم نكرمها أكثر من هيك، لازم يعني نحطها بضوء عيوننا. هي بتتم الأساس، هي بتتم الأم الثانية، الأم سوريا والأم أمنا، أمك أو أم أي حدا موجود. فهذا فخر كتير كبير لنا إنه نحن نحافظ على هالأم ونكرمها ونجللها، لأنه ما في أغلى من الأم بالأخير. يعني كل عام وهن بألف خير يا رب. وأنت بألف خير. بدنا نتشكر وجودك معنا الكوتش روبا زرقاء، أول محكم دولي بكرة القدم بسوريا، وأكيد الأم روبا. بدنا نتشكر وجودك معنا، نقول لك كل عام وأنت بخير مرة ثانية. نحن فخورين فيكي، أنت نموذج من الأمهات اللي من النماذج كثير اللي معنا اليوم بحلقتنا، اللي بنفتخر إنه نحن قاعدين قدامكم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، وكل عام وأنتم بخير. ينعاد عليكي بالخير والصحة. بدنا نشكرك على وجودك كوتش روبا، نوجه تحية لأولادك ونقول لهم كثير فخورين بوجودك معنا اليوم. ينعاد عليكي مرة ثانية. عليكي بالصحة والسلامة، شكرا كثير لكم. شكرا لك.